القرار الأول منه هو علن التجمعات بأشكالها كامل ومحرم. اسوى طبيعته شنو هذا؟ وهذا لكافة التراب الوطني. فهم اللي فرض وضع الكمامات بالخصوص في البلدات اللي قد يصح فيها ياسم تتواجد السكان، وذيك البلدات هي الأسواق الكبرى. يعني نقول العاصمة هون عندنا قريب من 23 سوق كبير. هذه السوق اللي هي تعود مكلفة بتسييرها لجنة، كل سوق اللي تعود عنده لجنة متعددة القطاعات فيها فعلا السلطات الإدارية.